السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار برو. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة اليوم، واحد البطولة ودية في أول مباراة ديالو أمام منتخب السلفادور البلد المنظم. المنتخب المغربي كيفوز بثلاثة مقابل اثنين. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم إن شاء الله تشوفوا الملخص ديال المباراة وأنتم حكموا وأعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو بركنا على واحد لايك، بارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقائي الأعزاء، ما غاديش نطول عليكم، دوزو مباشرة. أصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، كنتمنى تعطيوني الآراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، ما كرهتكمش أخوتي العزاز، تبركوا لنا على واحد لايك وتبارطاجيو لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أما الناس اللي ما مشتركينش في القناة، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي الإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بجديدنا. تهلاو ليا في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم كيف العادة. كان معكم أخوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو. إن شاء الله وليا في راسكم. السلام عليكم.